بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كنتوجهوا الان في سوق الخير بحي المحمدي الدوديات بشراكه جمعيات ديال المجتمع المدني وخصوصا جمعيات ديال التجار، جمعيه ممثله التجار سوق الخير كتقوم بواحد المبادره بشراكه مع السلطات المحليه مشكوره اللي كانت قامت في الايام السابقه بواحد الحملات ديال التعقيم وحملات ديال النظافه في جنبات ديال سوق الخير، وكذلك باعاده انتشار الباعه في الاماكن ديالهم باش تبقى واحد مسافه الامان بين
التجار، وهذا هو اللي خلى سوق الخير يبقى من بين الاسواق لحد الان اللي امنه وما تسجلت فيه حتى شي اصابه، وحتى المحيط ديالو ديال الاحياء المحيطه به الحمد لله بقات امنه لحد الان، وكنبذلوا مجهود مع السلطات المحليه باش نبقى السوق ديالنا امن، لانه بالخصوص كيغطي واحد المنطقه اللي هي كبيره، لانه هو بقى المنطقه الوحيده اللي كتزود هذه المحاين الدوديات بالخصوص بالخضار والفواكه وبالسمك، وهذا الشيء كلشي بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل المجهودات ديال السلطات المحليه السيد القائد السيد الباشا اعوان السلطه السلطات الامنيه، وكذلك التزام الباعه خصوصا حلف اخرى التزموا بالقرارات ديال السلطات انهم ما يشتغلوش، لان كانت قرارات ديال السلطات المحليه باش تشتغل خصوصا الحلف فقط اللي هي ضروريه مثل الخضار والفواكه والاسماك والدجاج كذلك، والحلف الاخرى التزموا التجار حتى تفوت الجائحه ان شاء الله وتكون ان شاء الله حلول ان شاء الله اللي غادا يعاودوا باش يخرجوا من هذه الازمه اللي هما في اليوم فيها، كما عقدنا لقاءات مع السلطات المحليه اللي كانت وعدتنا على ان خصوصا ان شاء الله بالتزام بهذه القرارات بمجرد ما غادي يسالي ان شاء الله هذا المشكل هذه الازمه ديال الجائحه، غنحاولوا نسرعوا في العمل المشترك بين السلطات المحليه على اننا نخرجوا السوق النموذجي اللي تكفلت به ولايه جهه اسفي خصوصا في المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. الجمعيه ديالنا قامت بواحد العمل تحسيسي ديال توزيع الكمامات، هذا العمل كنا قمنا به في الاسبوع الماضي، تقريبا الاسبوع الماضي تقريبا كنا في راحت تقريبا واحد ما يفوق على واحد 350 ولا 400 في الاسبوع الماضي، وهذا العدد ما كفاناش، الله وصلنا النص وتقدنا العدد، هذا المره الحمد لله جبنا عدد كافي، يعني يفوق 1000 كمامه الحمد لله اللي وزعنا، يفوق 1000 كمامه اللي تم التوزيع نتاعها مع يعني التعقيم ديال الجنبات ديال الطرقات، وهذا العام راه كتقوم به جمعيه النور وراها مستمره فيه، وراه مازال غادي ان شاء الله حملات ان شاء الله في المستقبل، يعني الحمد لله ما دام ان مازال يعني الحجر مستمر ومازال يعني المرض كاين الا وغتبقى جمعيه النور مستمره في العمل ديالها التوعوي وفي العمل ديالها التحسيسي وفي العمل ديالها يعني ديال توزيع الكمامات على التجار وعلى الزبناء وعلى جميع الناس، والاشاره اللي بنضيف ان سوق الخير الحمد لله السوق الوحيد اللي مازال الحمد لله كيشتغل وخدام، الحمد لله السوق الوحيد اللي ما تزال فيه حتى شي اصابه الحمد لله، الالتزام ديال التجار، الالتزام ديال الناس اللي كيتقداو، والجمعيه ديالنا ديال جمعيه النور راها مستمره في هذا العمل ان شاء الله، وغتقوم ان شاء الله بحملات اخرى ان شاء الله في المستقبل.